جايب البيضتين حطيتهم على النار بنفس المنظر ده كده زي ما انت شايف. طبعا لو عايز تعرف ايه هيحصل للبيض بعد ما يتحط كده على النار، ما تنساش تشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. تعالوا معايا يلا. بص، اول حاجة اهو بحطها على البيض، بس النار مولعة نار، كل شوية البيضة تقع او لا. خلاص المرة دي ايه، نحط بيضتين بس، وبعد كده نجيب كمان بيضاية ونحطها نشويها زي الشوية دي. طبعا اللي هيعمل كده اهوت لازم يخلي باله عشان النار هتبقى سخنة اوي. بص بفرقع ازاي اهو زي ما انت شفت كده. طبعا استخدم الزيت؟ لا ما تستخدمش الزيت، الزيت محدش يستخدمه مع الوصفة دي. طبعا هيستخدم السمنة، الوصفة اللي هتعمله بيها دي السمنة او الزبدة حسب ما انت عايز. انا عن نفسي بحب السمنة جدا في الاكل اكتر من الزبدة. يلا تعالوا معايا هتحطوا يلا البيض اهو بعد ما اتسلق، وتحطوه كده اهو. طبعا اتسلق في النار طبعا يا جماعه، عشان هو بعد ما غلي طبعا النار مش هنا. بعد كده باخد البيض ده بقى احطه على النار عشان البيضه تنشف، وبعدين احطها فين بقى زي ما انتم عارفين. بعد ما تتسلق اقوم حاططها على النار كده حته صغيره كده مش كتيره عشان البيضه تنشف وتبقى حلوه. وبعد كده يلا دلوقتي هنروح فين بقى دلوقتي حالا، هنروح على الطاسه هنجيب سمنه نحطها وبعدين هنقلبها. بس اهم حاجه ما تزودش السمنه والكلام دوت عشان طعم البيضه تبقى زي ما هي اهو. زي ما انتم شايفين اهو، بصوا التحميره البيضه ناشفه وزي الفل اهي، ما طريتش بقى وتبقى وحشه كده ومش مظبوطه كده، تحس ان هي البيضه بتقع منك اساسا وانت بتاكلها. لا البيض دلوقتي نشف اهو، احطه. وطبعا انا بحب احط الجبنه الرومي جدا مع الاكل اهو. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو لسه متابعني لحد دلوقتي، دوس على زر الاشتراك واعمل لايك للفيديو. لو عندك اي استفسار اكتبه لي في تعليق هرد عليك اهو. زي ما انتم شفتوا كده اهو، دقيقه واحده بص البيض عمل ازاي. بص بصوا هبدا بقى احط ايه، عده الجبنه الرومي كلها اهو، اقطع عليها الجبنه الرومي. لازم طبعا جبنه رومي كتير، ما تبخلش في الجبنه الرومي عشان اللي انت بخلت في الجبنه الرومي مش هتبقى الاكله مش هتبقى حلوه. الجبنه الرومي اهم حاجه. طبعا لازم تبقى طافي النار خالص عشان الجبنه الرومي ما تتحرقش معاك وتبوظ، تبقى طافي النار خالص وتحط الجبنه الرومي كده اهو اهو. ما تنساش تشترك في القناه طبعا. لسه كمان هتحط جبنه رومي كمان، انا بحب الجبنه الرومي كتير اهو. يلا بس كده اهو، وهتقفل عليها كده النار. وطبعا ما تنساش تشترك في القناه، واتمنى يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله تجربوها وتقولوا ايه رايكم في الوصفه الجميله دي. عجبتك الفكره ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. قناه بحر المنوعات على اليوتيوب.